السلام عليكم أعزائي الطلبة، أرحب بكم في هذا الدرس الجديد. عندنا صفحة 15 يقول use Aunt Sally notes to write her advice. استخدم ملاحظات العمة سالي لكتابة نصيحتها. write one paragraph to each person. اكتب يعني باراجراف فقرة لكل شخص. طبعا هذه عندنا لو ترجع لها اللي هي هذه تقدر أني شرحت لك إياها، مثلا هذا شنو مشكلته، هذا شنو مشكلته، وهاي شنو مشكلته. اوكي، ف يعني هاي الكتاب اللي موجود تقدر ترجع لها، وهذه تقدر ترجع لها بالدرس السابق وعلى ضوها. شوف هذه نفسها نفسها بالملون وبالعادي، فانت تحاول تكتب ملاحظات وكأنك انت شنو العمة سالي. read the problems pretend you are Aunt Sally. تخيل انك العمة سالي، ويعني سووا ملاحظات ممكنة حول النصيحة اللي تقدر عليها. مشكلتها مثلا هاي المشكلة A، مثلا I stammer when the teacher asks me a question. I feel very embarrassed. أنا أتلعثم أتلكع عندما المدرس يسألني أسئلة. I feel very embarrassed. أشعر أني محرج جدا. أوكي، تحاول أنت تكتب نصائح. أوكي، as a problem B, I can't remember new words in my French class. لا أستطيع تذكر الكلمات الجديدة في الدرس الفرنسي، يعني لما أخذ دروس فرنسية. أوكي، زين، تحاول تكتب نصائح عزيزي الطالب هنا، يعني نصيحة نصيحتين. Problem C, I think I'm eating too much junk food. انا اعتقد اني اكل طعاما كثيرا، يعني من طعام متنوع، مزيد من الطعام المتنوع. embarrassing moments، لحظات محرجة. طبعا هنا ملاحظة قراءة، يعني ملاحظة تخص القراءة. اوكي، reading tip 1 pronoun and there. طبعا هاي الضمائر وكلمة there، الضمائر الرئيسية هي الشي اللي هي ال it ال we ال they ال them. يقول هنا الضمائر مثل ال she وال he وال it وال we وال they وال them، وكلمة there هي مفيدة جدا، نحن نستخدمها بدلا من تكرار الأسماء. مثلا examples: my father went to the shop on the corner. أبي يذهب إلى المحل on the corner، في الركن في الزاوية. He bought a magazine there. بدل ما أنت تكرر شوف ال he بدل my father، بدل ما أقول my father مرة ثانية أقول he، وبدل ما أقول shop أقول there. بدي. The cat ran up the tree. القطة تسلقت الشجرة. It got stuck there. هي التصقت هناك. شوف ال cat. It قطة وال ذلك كلمة it. the tree ذلك خليت كلمة there. the boys played in the park. الأولاد لعبوا في المتنزه. they loved it there. هم أحبوه هناك. بدل الأولاد خليت they، وبدل البارك خليت there. my sister and I، أختي وأنا، are visiting our grandparents next week. يزورون أجدادي، يعني الجد والجدة، الأسبوع القادم. we can't wait to see them. نحن لا نستطيع يعني أن ننتظر لكي نراهم. بدال الـ we I and my sister and I، وبدال them شنو بدال، يعني them راح تكون بدال my grandparents. زين، sentence with pronouns، كل الجمل اللي مع ال الضمائر وكلمة ذير تأتي بعد الجمل اللي تكون بها أسماء. هنا هذا التمرين ببساطة أعزائي. هاي ستوري 1، هاي ستوري 1 وين صايرة اللي هي هذه، هاي الستوري اللي هي هنا. أوكي، شوف هاي الحلول: الواحد على A، الأربعة على B، السبعة على G. هاي وين تلقاها؟ تلقاها شوف هاي السبعة على G وهاي الواحد على A. نفس الشيء أنت تخلي الحروف اللي موجودة هنا. ستوري 2 القصة رقم 2 اللي هي هذه، راح تخليها هناك. اوكي، هاي تخليها على حسب الأصول، يعني بس مجرد الحروف تخليها هنا.
اكتشف worked out to die. To die means to stop living. كلمة die يموت معناها التوقف عن الحياة. مثلا example, Zayd was very sad when his grandfather died. زيد كان حزينا جدا عندما جده توفي. Liz wrote in her story. Liz كتبت في قصتها I nearly died. أنا تقريبا مت. أنا تقريبا متت. جردت أموت. What do you think it means? ماذا تعني أنها؟ ماذا تعتقد أنها تعني؟ You know what black means? أنت تعلم ما كلمة black شنو معناها؟ أي معناها أسود. And you know what eye means? وكلمة عين ماذا تعني؟ But what is a black eye? لكن ما هي العين السوداء؟ And how do you get one? وكيف يعني تصير عندك وحدة؟ أوكي شوف هنا هذا يقصد وين؟ شوف هاي كلمة لو نشوفها هنا نرجع هاي من طخت عدها هنا كلمة black eye هذه black eye لاحظ هاي الكلمة black eye يعني شون الطخة black eye شون واحد صارت عنده مثل الطخة بعينه أو مثل شون عينه مزورقة مثل ما نقول أوكي شوف هاي هنا كلمة nearly died اللي يقصد تقريبا متت شنت ردت أموت من هاي يعني انكسر هذا الكوب هنا أوكي هذا هو المقصود وليس المعنى الحرفي طيب يقول جد find the word in the text in your student book tick the correct meaning جد الكلمات في كتاب الملون مالتك وأشر صح للمعنى embarrassed محرج to feel shy and silly يشعر أنه يعني خجول ويشعر بالسخف زين split يتدفق make a liquid flow out يجعل السائل يتدفق split يسكب make a liquid flow out يجعل السائل يتدفق mug يعني كوب كبير big cup كوب كبير mirror مرآة a glass you can't see in زجاجة يمكنك أن ترى فيها أوكي أعزائي أشوف هذين الأخاف كلمات واحد I feel tired أنا شعرت أني متعب I feel ill أشعر أني مريض made untidy يجعل غير مرتب made a coffee hot يجعل القهوة حارة خاف تريد ترجم هذين الباقيات big plate صحن كبير big bottle كبير wall جدار an old car سيارة قديمة عندنا الباقي من هاي الصفحة أعزائي يقول اكتب قصة حول يعني لحظات محرجة يعني أكثر لحظة محرجة مريت بها هنا ملاحظات بالكتاب باراجراف سويها باراجراف فقرات سنتنز الكلمات تتبع بعضها ولا تبدأ ب يعني خطوط جديدة هذه هي قصة قصيرة جدا لذلك هي تحتاج فقط يعني باراجراف فقرة واحدة عندما تنتهي دقق علامة الترقيم مالتك هنا اقرأ القصص بصوت عالي هاي ويا المجموعة واختار افضل قصة لكي تضعها في مجلة المدرسة استخدم اللغة في الموجودة بالبوكسز الصناديق هنا الآراء asking for an opinions السؤال عن الآراء what do you think of Alice نورا ستوري ماذا يعني شنو رأيك قصة علي إذا علي ناشر قصة أو نورا ناشر قصة which story is the best أي قصة هي الأفضل I think that مثلا giving opinions تعطي رأي I think that أعتقد أن his يعني الولد her للبنية story is the best أعتقد أن قصتها هي الأفضل نورا علي مثلا story funniest الأكثر مثلا مرحا أو تسلية most interesting الأكثر متعة most embarrassing الأكثر إحراجا مثلا my story is أو yours تستخدمها هكذا أوكي زي لحد صفحة 17 أتوقف والتقيكم في درس قادم وإلى اللقاء